أينما كنتم لكم التحية في كل مكان، وكل من يلتحق بنا الآن لمتابعة حلقة ظلال الأصيل على قناة الشروق الفضائية. ودخلنا في فقرتنا الأولى وضيفي الأول، من الأهمية بمكان أنه نستضيفه باحتبار أنه كل الحوار اللي حيدور ما بيني وبين ضيفي يخصنا جميعا كسوداني، واللي هو العلاج تحديدا. والعلاج ما أدراك ما العلاج في السودان، مشاكله محاسنه وكلام كثير جدا بيتقال عن الصحة في السودان. وأنا سعيد جدا يكون معي ضيفي في الاستوديو دكتور عبد العاطي بكري المناعي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأفرو آسيوية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور، وسعيد أن أنا أكون معك النهاردة. تسلم يا رب. الاستشفاء البيئي ده مصطلح جديد، كان الناس بيتكلموا عن السياحة العلاجية، وعندك رأي بأنه ده مصطلح قديم، يا ريت نتكلم شوية عن الموضوع. طيب، هو حاجة السياحة العلاجية طبعا حاجة تخص الطب فقط. طيب، لكن كان زمان قبل التسمية الجديدة اللي هي السياحة الصحية، اللي احنا يعني بنعتبرها معنى أوسع ويشمل الكثير، حتى العلاجي أو الجزء المتعلق بالسياحة العلاجية. فقسمنا السياحة الصحية اللي اسمها تقديم خدمات السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي لكل الناس، في الجزء العلاجي وفي جزء الاستشفاء وفي جزء التوعية. طيب، ليه؟ لأن الصحة عام وأشمل من المرض والعلاج. اسمها منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة السودانية، فليست وزارة العلاج وليست منظمة العلاج. بالتالي الصحة أهم، فيكون لسكوب أوسع حتى في التعريف بالمرض والتوعية ومنع الإصابة. نعم. يبقى أنا بتكلم مع الصحيح حتى لا يصاب. نعم. طيب، لما جينا نقسم السياحة الصحية قسمناها إلى 4 أنواع. النوع الأول السياحة العلاجية الطبية، ويعني بها المستشفى والدكتور والممرضة إلى آخره. نعم. النوع الثاني الاستشفاء البيئي. أنك بتستخدم أحد مقومات البيئة، طبيعة زي الرمال السوداء، زي المياه الكبريتية، زي المياه المالحة، وده موجود بوفرة في السودان، جبل مرة، وادي هور. نعم. زالينجي، عكاشة، أبر عكاشة، أماكن كتير موجودة في السودان. نعم. والنوع الثالث اسمه السياحة الصحية الميسرة، معني بها استخدام السياحة العلاجية أو الإشفاء البيئي لكن للمعاقين والمسنين. نعم. فبتدخل قطاع تاني مهم. صحيح. النوع الرابع سياحة التدريب، إن النوع الأول والثاني والثالث محتاج علشان يوصل لدرجة من التطور المستمر والجودة العالية إنه يحافظ على مهارات التدريب باستمرار. صحيح. ده كله مسمى جديد، وأعتقد إنه هو هيكون أشمل وأعم للسياحة الصحية. شكلك زرت السودان كثير. يعني قدر نعرف على علاقتك بالسودان. 2007. طيب. إلى الآن يمكن مورزان 70 مرة. 70 مرة زيارة للسودان. أيوة، زيارات للسودان. نعم. ولازلت كأني يعني ما زرتش السودان، لسه عايزين تاني يعني. طبعا. إن شاء الله مستمرين في الزيارات، وطبعا مؤسسين عمل هنا في السودان من سنوات. إضافة لعلاقة الأخوة والصداقة والكرم الغريب السوداني اللي بيجذبنا دائما، حتى الأرض نحس بحضنها وليس الأفراد فقط يعني. نعم. طبعا بالتأكيد زيارتي للسودان هذه المرة شوية مختلفة، لأني أعد المؤتمر مع الشركاء والأصدقاء السودانيين، مؤتمر ومعرض السياحة الصحية السوداني الأول. هو الأول من نوعه في السودان. نعم. ومؤسسة مع شركتنا مع وزارة الصحة السودانية الاتحادية والولائية، وزارة السياحة الاتحادية والولائية، قطاع الأعمال الخاص والعام والإعلام بكل أنواعه. وجدت ترحيب غير طبيعي يعني، كبير جدا جدا جدا. والحمد لله أن كل الجهات بتدعم وتؤيد إقامة المؤتمر حبا في السودان، حتى الأصدقاء يعني دول سودانيين طبيعي أنهم يرحب بالمؤتمر. صحيح، بالضبط. لكن أيضا سعادة السفير المصري في السودان، أيضا سعادة السفير الهندي في السودان، رحبوا كثيرا واستضافونا وتحاورنا حول كيف تسهم مصر والهند في التعاون مع الأشقاء في السودان من أجل نهضة وتأسيس السياحة الصحية السودانية، التي من أجلها ندشن لهذا المؤتمر الأول. نجح المؤتمر أو قام مؤتمر في دولة ثانية غير السودان؟ بالتأكيد في مصر كان لنا 4 تجارب. في تونس تجربتين مع أشقاء طبعا تونسيين. نعم. وأيضا هناك الكثير من الدول تقيم مؤتمرات من وقت لآخر، آخرها منذ أيام كان مؤتمر في الأردن. نعم.
مؤتمرات أيضا على المستوى العالمي في الهند وفي تركيا، لأن حقيقة صناعة السياحة الصحية كما أحب أن أسميها وليست مشروع، هي صناعة كبيرة جدا وتضر دخول عظيمة جدا. نتمنى للأشقاء السودانيين أن يستفيدوا منها ويزيدوا من مدخولها على الاقتصاد السوداني، ده مهم جدا. يمكن المجلات البحثية المؤكدة تؤكد أن العالم أنفق في 2019 106 مليار دولار من السياحة العلاجية والشفاء البيئي حول العالم. نعم. ومن المتوقع أن تصل هذه الأرقام إلى أكثر من ذلك في 2025 إلى 2030. نعم. إذا لما النهاردة نفكر في أن نطور أو نصنع أو نبدأ بتأسيس السياحة الصحية السودانية مع أشقائنا في السودان، إحنا بنؤطر لحاجة مهمة جدا اسمها كيف ننمي كمان الجزء الاقتصادي في الموضوع. يستفيد من يستفيد وكل المشاركين مستفيدين، لأني أعتقد اعتقاد يعني تتفق إن شاء الله معايا فيه أن الاقتصاد يحتاج إلى ثلاث أضلاع مهمين جدا لبناء الاقتصاد في المنظومة دي تحديدا: القطاع الحكومي العام، صحيح، والقطاع الخاص ده الضلع الثاني، والمجتمع المدني والإعلام. صحيح. الضلع الثالث في الحدوتة اللي انتوا بتمثلوا قطاع كبير فيه جدا، سواء الإعلام المسموع المقروء المكتوب أين كان، هو جزء أصيل في نشر ثقافة التوعية. وأنا أشكرك أنك استهليت البرنامج في مدخلي أن الموضوع يهمنا جميعا. نعم. حتى لو لم تكن النية في قصة العلاج، لا، أنا انتبهت لنقطة مهمة جدا أتمنى المشاهدين يلتفتوا إليها، أن السياحة الصحية السودانية تحتاج لرجل الشارع العادي. صحيح. يعني ليس الطبيب فقط، وليس رجل السياحة فقط، وليس رجل الإعلام فقط، هو المعني بقصة أو منظومة السياحة الصحية السودانية إذا أردنا أن نبنيها بشكل صحيح. لكن أنت وأنت في الشارع مهم جدا لي، لأن ربما كان الضيف اللي ماشي في الشارع ده تشادي أو أثيوبي أو مصري يسألك فقط عن المستشفى الفلاني هي فين؟ أقل حاجة بسمتك وأنت بتشاور له على المكان، أو تجيب أنا لا أعرف المكان مثلا، دي مهمة جدا. فالويلكم بتاعة البسمة والتوصيلة أو تعتذر أنك ما تعرفش، دي مهمة جدا عشان الضيف يحس أنه هو في وطنه الثاني، ودي مهمة جدا. وإحنا كما يعني معروف، مش حاجة هضيفة أنا، أن المجتمع السوداني مضياف، لكن كمان لما نضيف عليها أن هذا الضيف القادم للعلاج في السودان سواء من إحدى الدول الجارة ولتكن تشاد أو النيجر أو إثيوبيا أو أريتريا، دول الجوار مثلا أو جنوب السودان، بالتأكيد إحنا في ميزة أخرى اللي هي الترحيب بالضيف اللي كمان هيدفع لنا فلوس. صحيح. لأن عادة لما بنكرم الضيف ما بناخدش منه حاجة. صحيح. لكن ده ضيف هيفيد ويضيف ودافع فلوس يعني. ودافع فلوس طبعا. فالمفروض إن إحنا يكون عندنا ثقافة الترحيب بالزائر الضيف في منظومة السياحة الصحية. أنا هعلق بعدين على موضوع الويلكم ده، متفقين، والطبيب السوداني ده، لكن كلام حقول مسؤول منه بالتحديد عشان ما اورطك، انه هل الطبيب السوداني ذاته عنده الويلكم، عنده الترحاب ده بالمريض ولا لا، ده حقوله لي قدام. لكن السيد طالما اتكلم عن السياحه الطبيه بطريقه او باخرى، معناها بنتكلم عن توطين علاج في الداخل. تمام. بالضروره. هنحوم لسه في فلك السياحه الطبيه او بالمصطلحات اللي انت عندنا مساحه كبيره يعني ده حد كبير او المصطلحات اللي انت قلتها كلها. قبل انت قلت لي جمله تحت الهواء مهمه جدا بالنسبه لي، اللي هو فنان الحي لا يطرب. يس. بالضروره. وتتكلمت لي عن بعض المستشفيات انت تعتبرها كطبيب ومتخصص انها صروح طبيه. أيوه. لكن يفضل المريض ان يسافر الى مصر والى الاردن والى كم دوله، الهند مثلا، بتقدم علاج نفسيا المريض السوداني، بحيث بانه اوكي مصر انا بكون تمام بس ودوني مصر، الاردن انا بكون تمام بس ودوني الاردن يعني، وهكذا هكذا دواليك. لكن هل المستشفيات اللي ذكرناها قبل دي فيها نفس الكادر المؤهل، فيها نفس الاكويبمنت ممكن تعالج، ولا ليه بنحب نسافر؟ طيب أنا هجاوبك بشكل عمومي ونأخذ من العموم الخصوص. تمام. لي 4 مؤلفات في هذا التخصص، ففي أحد كتبي اللي هو اسمه السياحة الصحية في مصر. طيب. في باب اسمه لماذا يسافر المريض السياحة العلاجية، ليه بيسافر في المطلق سواء كان مصري أو تشادي أو سوداني أو آخر. نعم. رقم 1 ربما لا يجد العلاج في بلده. رقم 2 سعر أحيانا يكون أعلى في بلده. فهو ربما يدور يعني يبحث عن سعر أحن شوية. صحيح.
رقم ثلاثة، في بعض الدول تعاني من الويتنج ليست، اللي هي لستة ولايحة من القائم الانتظار، ودي معني بها أوروبا أكثر. نعم. لأن أوروبا أحيانا تسافر خارج أوروبا وأمريكا هروبا من الانتظار. نعم. رقم أربعة، إذا كان هو مؤمن عليه فالتأمين لا يغطي هذه الكلفة، فهو أحيانا بيفضل السفر علشان يستفيد بالفسحة والزيارة وإلى آخره، فربما يستفيد بذلك أكثر. رقم خمسة، في بعض الدول لديها مهارات حقيقية في بعض التخصصات، فنقول مثلا العيون، إسبانيا، الأورام، فرنسا، الهند، مش عارف تصل الأنابيب، مصر، العظام ومشاكل الكبد وهكذا. فبيجد فرصة حتى لو كانت كوست العلاج أعلى إنه بياخد فرصة أحسن. طيب الحتة المهمة جدا وإحنا بنتكلم عن عازف الحي، ما كمان في مصريين بيسافروا برا لأنه مش عايز يتعالج في مصر. وفي سعوديين بتسافروا برا هم مش عايز يتعالج في السعودية. لكن من الملاحظ إن بسبب الظروف الاقتصادية العامة في العشر سنين الأخيرة كثير من الأطباء المهرة في دول عديدة سافروا برا واستقر بهم المقام سواء في دول أوروبا أو الخليج. صحيح. فعملوا فجوة كبيرة ما بين الاحتياج والإمكان، فأصبح المريض اللي كان مرتبط بدكتور فلان البروف العظيم اللي هو بيحبه واثق فيه وعشر سنين هو مريضه مش موجود. صحيح. فبيبحث عن آخر من زيرو، من أو يسافر له أو يسافر محل ما ماشي البروف يعني. بيحصل. فدايما فجوة السفر الكتير دي عاملة فجوة في كل المجتمعات. إذا تحدثت عن السودان أو عن مصر فهي واحد. لكن الأهم في الموضوع إن إحنا لو فضلنا نبحث وراء السفر فقط، ويمكن دي رسالة المؤتمر، نسعى إلى توطين العلاج في داخل السودان. وإحنا كشركاء في هذه المنظومة ربما تسألني سؤال، وهل ده من صالحك كمصري انك انت تقول توطن؟ السؤال كان القادم. ممكن كل الدول يعني انت مالك بتقطع العيش يعني. بالضبط. هي 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 القضيه. يمكن لما سالني احد الوزراء السؤال ده من كام يوم، قلت له يا اخي انا مرزوق بالله وليس بمصر وليس بالسودان. ليس بالسعوديه، انا مرزوق بالله يعني. ما قضيتي الرزق ان انا مرتبط بمكان او كده. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان احنا ليه ما نفكرش في هذا التعاون، ان احنا كوبريت مع بعض، يعني احنا بنتكامل في الجزئيه دي. ليه؟ لأن إحنا كأطباء بصراحة وبدون تحيز بنحب بعض قوي، عرفنا أو ما عرفناش بعض. يعني جاست إن أنا أكلم زميلي دكتور فلان كليك خلاص بالضبط، وأقول والله المريض ده كذا كذا كذا، فشوية في حميمية على مستوى الورلد وايد في العلاقة الطبية، لأنه بيتعامل مع أعز ما على الأرض وهو الإنسان. طيب إذا إحنا، وأنا كشركة سودانية موجودة على أرض السودان ولكن كمان لي علاقات في الجانب الآخر سواء كان دول إفريقية أو العربية من خلال المؤسسة الأفرو آسيوية للسياحة والجو الشفائي البيئي، فعندنا ثقافة نشر هذه الصناعة بالأورينتيشن. الناس تعرف، وكل دولة، وأنا يسعدني أن كل دول العالم تشتغل سياحة علاجية وشفاء بيئي. الرزق ده موضوع منتهي. صحيح. لكن إذا احنا بتاخد من خبرتي واخد من خبرتك ونستفيد، احنا عندنا هب لا ينضب. لأن حتى لو مش مريض وأصبح رايح يستجم، ده واحد يعني رايح يتفسح. صحيح. طيب لماذا لا نقدم له أفضل ما لدينا حتى يعود مرات ومرات ومرات؟ فأنا كمصري ممكن أزور السودان من باب الفسحة. فأروح نهر النيل أو أروح كسلة أو أروح أي ولاية من الولايات الجميلة ذات المناظر الخلابة وكدوغلي والأماكن دي كلها، وأنت قد تجد فرصة أنك أنت تيجي كمان أسوان أو الإسكندرية. فأنت طول عمرك في المجتمع السوداني لكن عايز تغيير، فتيجي مصر أو تروح ليبيا أو تروح لبنان أو تروح أحد الأماكن الجارة. بالتالي السياحة طالما أنت لديك الفرصة، سواء كنت رايح من أجل التدريب، من أجل تغيير الجو، تفسح أولادك، دي مش تخلص على مستوى العالم. صحيح. فتتبادلها. أنا باجي السودان وحاجة بتروح مصر والعراقي بيروح تونس، ودي علاقات تبادلية. طيب نتكلم عن ماذا سيستفيد السودان من توطين العلاج في الداخل. طبعا موضوع أنه عازف الحي لا يطرد، دي دار شغل كثير لسه يعني، لكن قدرنا نتكلم عن حجم الاستفادة الممكن تحصل للمواطن السوداني من توطين العلاج بالداخل. بص، أحد رسائل المؤتمر ليها نمرة 2، وقلنا موضوع التوطين مثلا، أنت عندك جزء مهم جدا وهو تبادل الخبرات والصف الثاني. طيب الصف الثاني اللي هم الأطباء حديث التخرج أو اللي لسه مخلصين الماستر بتاعهم أو الام دي مثلا، دكتوراه أو ماجستير، فهو محتاج مهارات أعلى. نعم. إذا وجد فرصة في أنه بروح ياخد
كورس تدريبي أو دورة تدريبية في أحد الدول، مرحبا وأهلا وسهلا يعني. نعم. طيب إذا تبادلت الزيارات بينه وبين عدد من الأشقاء بما يسمى الطبيب الزائر، إن يجي طبيب من الهند مثلا أو طبيب من مصر أو طبيب من الكويت أو السعودية، وده بيحصل صحيح، لكن عايزين نعظم من هذا العمل من خلال المستشفيات الحكومية وقطاعاتها المختلفة زي مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، أو من خلال مستشفيات القطاع الخاص، أو من خلال مستشفيات المجتمع المدني، لأن هذا الثالوث المنظم جدا في عمله ربما تجد هنا قوة في العظام وفي ضعف عنده في جراحات القلب مثلا، أو المستشفى أحمد جازم فيها قوة في العظام مثلا، وهكذا. التكامل ده على حسب الأونر ونظرتهم إيه للموضوع وهم عايزين يعملوا إيه. أعتقد ما فيش حد ما بيسعاش للتطور، صحيح، كان يطور من خدماته ويحصل على أعلى عائد مهم ويقدم أعلى جودة. هي الصعوبة كلها في الآلية دي، إن أنا بحصل على قيمة معينة، لكن هل أنا بأقدم كواليتي بقدر هذه القيمة؟ ده لا، دي المعادلة الصعبة. أعتقد الناجحين أو اللي بيبرزوا في العالم دايما بيحافظ على الكواليتي بتاعه، صحيح، بيحط السعر. فتجد مثلا مرسيدس ما بتنزلش عن سعر معين طبعا لأنها مرسيدس. آخرين ممكن يغيروا في الحاجات الأخرى فينخفض، لكن لا، أنا مرسيدس مش هغير في السوق. فاللي بيعتقد إن هو لديه كواليتي بمستوى عالي جدا من الخدمة المميزة، حتى لو حط السعر بتاعه المتلقي مش هيبخل على نفسه بيها. طيب نتكلم شوية عن الشراكة ما بينكم وما بين المؤسسات الصحية في السودان بشكل عام، لأنه تطرقنا لها قبل لماما كده، لكن نتكلم عنها بتفصيل أكثر، المستشفيات الخاصة أو الحكومية ومستشفيات الشرطة والرسمية أو حتى إيفن وزارة الصحة يعني. كلمنا عن الشراكة دي وحجم التعاون الحاصل بيناتنا. إحنا ممكن شهر 6 اللي فات زرت أنا معالي وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم وعرضت عليه الموضوع، وكان أبدأ صراحة استجابة كبيرة جدا. ومن ثم وإحنا بنرتب للمؤتمر كان أول من نطلب رعايته وزارة الصحة السودانية، وقد كان. ثم تطرقنا مباشرة، لأن المؤتمر ليس صحيا فقط، لما أقول السياحة الصحية يبقى إحنا عندنا السياحة تشيل 50% من الموضوع والصحة كمان 50% تاني. فكانت لنا زيارة إلى معالي الوزير الاتحادي مستر جراهام، وكان ترحيب عالي المستوى جدا، وزير السياحة والإعلام والثقافة. والأخ العزيز عوض أحمدان أيضا وزير الاتحادي الأمر الولائي، وآخرين طبعا من المستشفيات سواء يونيفرسال، مستشفى البراحة، مستشفى الأطباء، كثير من المستشفيات وشركات التأمين إنفينيتي وشركة الأهلية وغيرها، أبدوا استعداد عالي المستوى لإحساسهم بقيمة الحدث. أقدم الشكر لهم جميعا طبعا، لأن ده بيدل على الوعي اللحظي لفهم الحدوتة، بحيث أنك أنت النهاردة لما بتأسس السياحة الصحية السودانية بالستراكشر الجديد وبالسيستم الجديد، أنت بتحجز مكانك في أي مستوى أنت عايزه. فده بيطور من الخدمة في الفترات القادمة، لأن أكيد كل واحد يبحث عن النجاح، صحيح. فكما أن النجاح عدوى، أيضا الفشل عدوى. بتلاقي الناس بتنجح بتخش في دور من درجة التنافس الشريف المحمود، وتبدأ تطور في الخدمات. المستشفى ده جاب الجهاز الفلاني، فالمستشفى ده يبحث عن جهاز يطور أكتر. التخصص الفلاني جاء عند الدكتور فلان، فكمان المستشفى التانية تبحث عن، وهكذا. بالتالي ده بيعمل إيه؟ ده في يصب في صالح المريض، لأنه هو أوتوماتيكي يعني، بدل ما يبحث في العلاج في الخارج وينفق رقم صعب انك تخيله، لو قلت لك هتبقى صعب جدا، ما الكل بيقدر عليه يعني. مور زان بحسابات منطقيه 25 مليار دولار سنويا سياحه علاجيه، انفاق السودان خارج السودان 25 مليار دولار سنويا بحسابات يعني بسيطه. فتلاقي ان الرقم مثلا لما يوصل انك انت عندك متردد سنوي في حدود 8000 يومي، 8000 مريض بيخرج، تضرب الرقم في 30 في 12 في متوسط 4000 دولار، هيطلع لك في حدود من 28 الى 30 مليار، صحيح. رقم كبير. وبعدين عفوا، حتى الاحصائيات دي كان انا زرت تاركو وزرت بعض الشركات عشان يعني اتعامل مع الاحصائيات من مصادرها الطبيعيه، واعرف الارقام، تردد الطائرات إلى, الى 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 هذا المستوى. الانفاق لما انا يعني تبص عليه، انا كنت سعيد وانا باستشرف اخبار عمليه زرع اول كبد في السودان، وتمت مرتين، صحيح. واحد في مستشفى علياء واخر في مستشفى، كان حدث عالمي يعني. كان حدث جميل. يبقى اذا ده بيؤسس، لان انت بدات من حيث انتهى الاخرون خلاص. زراعه الكبد يعتبر من التقنيات الواو في العالم يعني. فانت بدات تحط رجلك على التراك،
ان انت اذا كانت الخدمه متقدمه لا احد يمنع مريض السياحه العلاجيه من السفر. لكن الخيار قد يكون خيار مغري ان انا افكر ان انا ما سافرش. صحيح. يعني انك حد هينفق على نفسه مفيش قوه تمنعه انه يسافر. صحيح. لكن لما يكون الخيار ان انا اعالج في كسلة او في الابيض او في الجزيره بدلا من السفر الى هذا، اعتقد الخيار بيكون الطف مع تبادل الخبرات لتاسيس كوادر عظيمه جدا في تقديم الخدمات بكوست اقل. اول شيء زي ما قلنا التكلفه عالية جدا بالمناسبة اللي هي مع ارتفاع وانخفاض الدولار بطبيعة الحال، بالإضافة للقلق بتاع الأسر ذات إنه مريضنا موجود في الأردن في دولة تانية والناس ما عارف الحاصل عليه وشنو. يعني هنا شوية تخيل لي لما يتعالج في الداخل الكل بيقدر يزوره ويطمئن عليه بيكون ما فيه مشكلة. نتكلم عن صروحنا الطبية، مؤسساتنا الطبية، مستشفيات تحديدا، وبطبيعة الحال بتكون زرتها يعني. أيوه. الاستاندر شايفه كيف؟ يعني ممكن نديها كم في المية؟ آخر مستشفى زرته أول امبارح كان مستشفى الخرطوم التعليمي. طيب. أشكر الدكتور ساتي حسن ساتي للاستقبال والضيافة. وبصراحة بعد زيارة قلت له دي مش مستشفى، دي مدينة طبية. نسميها مدينة الخرطوم الطبية. أنا كنت زرت المستشفى في 2010 وزرتها أول أمس. فرق كبير بين 13 سنة دول في الطفرة اللي حصلت. ورؤية المستشفى في ماذا ستقدم غدا. السنتر اوف اكسلنسي اللي هي مراكز التخصص الدقيقة، ده بيبشر بتطور سريع انا شايفه كمتخصص. انا خريج 99 ف 23 سنة بمارس العمل الطبي مع زيارات مورزان 44 دولة فاقدر في العالم يعني. فاقدر اقول لك شكل الخدمة متطور او هيتطور لشكل ازاي. اما تجد يونيفرسال او البراحة او مستشفى الجزيرة للقلب وغيرها، مستشفى فضيل، مستشفى الزيتونة، ده كلام كبير جدا. إضافة إلى القوة العظيمة اللي موجودة في القطاع المجتمع المدني يعني. وأنا شايف أصدقائي في مجال مكافحة السرطان بيشتغلوا كويس جدا. صحيح. في كذا مستشفى، وزرت أحد صروح الطب وهي NGO مستشفيات المجتمع المدني وهو مستشفى السلام في سوبا. صحيح. وده اللي كان مستضيف اهم المؤتمرات ايضا. نعم بالضبط، مستشفيات الدعم السريع. كل الكلام ده بيصب في 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 بوتقه عظيمه اسمها الصحه السودانيه 2023. نعم. بالتاكيد المدقق والباحث في هذه الصناعه اللي هي صناعه السياحه الصحيه سيجد ان بدات يعني تزيد درجة الاهتمام بهذا القطاع. لأنه ما قطاع سهل، لا على مستوى الواجب لأن الدولة لها تقدم هذا العمل، ولا على مستوى الكواليتي من خير المتابعة، ولا على مستوى البعد الاقتصادي لأنه كله عايز يضخ فلوس في القطاع الصحي. لكن مهم جدا احنا بنضخ فين ليه. يعني ما نقلتش بعض وخلاص، لكن نبقى نعمل توافق وتكامل بين طيب. المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات حتى لا نكرر أنفسنا بدون داعي. وطبعا ممكن البعض يعترض على أنه هذه المستشفيات دون المستوى مع ارتفاع التكاليف تذكرة الطبيب أو التنويم أو في نفس المستشفيات اللي أنت قلتها، لكن دي شهادة متخصص وشهادة طبيب، هو شاف بيئة المستشفيات. أنا قال لي الزمن انتهى، لكن أنت جراح. أي. وشاعر. مزبوط. وتكتب أيضا. أي. كان مفترض يكون الزمن أكثر من كده. أيوه. عشان كمان نشوف الجانب الثاني. إن شاء الله. لكن طول ما أنت قاعد في السودان والمؤتمر شهر 5 نذكر. أيوه. تاني حنتلاقى تاني هنا في قناة السودان. إن شاء الله. تشرفني. أنا شاكر لك جدا. بارك الله فيك. تسلم. تسلم يا رب على كل هذه المعلومات اللطيفة والجميلة والمفيدة. أشكرك. الله يخليك. مشاهدينا في كل مكان مستمرين معكم ظلال أصيل، ما تمشوا بعيد. كنترول ونعود.